أزمة الدولار مسيطرة على السوق في مصر، لكن في عالم العربيات الأزمة ليها شكل تاني خالص وتأثيرها أكبر بكتير من أي مجال تاني. كاميرا الجراج التقت بعدد من مسؤولي الشركات وعرفت منهم إزاي يقدروا يتعاملوا مع الأزمة دي. أسباب العملة دي عرض وطلب، وأنا شايف الحل الوحيد إن هم يحرروا سعر الصرف في مصر، لأن أنا شايف إن هم مهما يقدروا يعملوا هو مفيش كنترول، لأن أنت ما عندكش دخل من الدولار يكفي احتياجك من بره. فانا رايي ان هم يحرروا سعر الصرف او يقسموا اجزاء، يعني في البنك المركزي يعمل اجزاء لكل السلع الغير اساسيه، يعني من الاكل والشرب بيعملوا مثلا دولار ب 7 جنيه، لو في حاجه تانية غير اساسيه ممكن يعملوا ب 8 جنيه ب 9 جنيه لغايه 12 جنيه. يعني في سلع مش اساسيه في مصر وهم برضه بيجيبوا الدولار وبيتصرفوا بيجيبوا الدولار من بره، طب ما انت توفر له الدولار بالسعر اللي انت عايزه ب 12 جنيه وعوض دوت مكان دوت. بعض الافكار ان هم زي ماليزيا بيديك كوتا بمبلغ معين في السنه، بعد السنه دي خلاص كوتك بتقفل ما تستوردش عربيات. بقى حرر سعر الصرف وخلي الناس كلها تشتغل بالدولار، او يا اما حدد كل سلعه بسعر كبنك مركزي، يعني دي برضه من احد، او ادي الناس كوتات بقى خلاص عشان ما كله عارف. المشكله دلوقتي ان حتى الشركات الام ما تبقاش تعرف انت هتاخد بضاعه بكام، تيجي تقول لها مثلا هاخد 100 عربيه في الاخر تاخد 20 عربيه. طب ما انت قول لي يا عم انا النهارده من الاول هديك كبنك مركزي هديك مثلا مبلغ، المبلغ ده هيساوي مثلا 100 عربيه، يعني حدد ظروفي واعمل الفوركاست بتاع التصور بتاع السنه والخطه السنويه بتاعتي وابعتها لبنك. طبعا المبيعات هتقل، ده حاجه ما فيش شك فيها بسبب برضو موضوع الدولار، وفي نفس الوقت الاسعار هتزيد، ده برضو يعني بسبب سعر الدولار وعدم توفره في السوق بسهوله يعني. بس دي حاجه برضو غصب عننا جميعا، هي مش على العربيات بس، هي مفترض انها تاثر على قطع غيار والعربيات والصناعه كلها. هي السنه دي السوق هيبقى مختلف تماما عن السنوات اللي فاتت، زي ما احنا عارفين طبعا الافيلابيليتي او وجود العمله الصعبه غير متوفره، وطبعا السيلينج اي نعم زاد بالنسبه لل زي ما عارفين ان احنا نقدر استعمل الدولار، لكن هيأثر على سوق السيارات وده طبعا وارد جدا وعارفين ليه، بس احنا بنحاول ان احنا بقدر الامكان ان احنا نستمر وما نأثرش على الشغل بتاعنا ولا على العمالة بتاعتنا، لكن دفت لي السوق السنة دي هيبقى أقل، هنستحمل لمدة سنة أو كده إن شاء الله to recover، وأنا متفائل إن السوق السنة دي هيبقى على آخر السنة هيبقى أحسن، لازم كلنا نستحمل عشان نعدي هذه الفترة. بدأنا نخاطب السيد رئيس البنك المركزي إن إحنا بنحاول نقعد معاه ونعمل معاه اجتماعات عشان نحدد إمكانية السوق رايح بينا فين، وإيه اللي نقدر نقدمه للسوق المصري ونساعد بيه، ونشوف برضك تصوراته إيه، وهنطلب بعد كده مقابلة وزير الصناعة لأن برضك لأن ده هيأثر في التصنيع المحلي. ففي خطوات إيجابية إن شاء الله هتبان الفترة اللي جاية.